اكبر خطا تقدر ديرو وانت كتوجد لي زيكزام ديالك، واللي نقدر نقول لك تيديروه الاغلبيه ديال الطلبه، وهذا تاثر بشكل كبير على المردوديه والفعاليه ديالك، وزيد على ذلك تنقص لك من نسبه التركيز وتخليك مقيد بشي افكار اللي غير ثانويه ولا صحه لها، وانت باقي ما وصلتيش ليها كاع. وهنايا تنهضر على التفكير بزاف في النتيجه. اون فا ديكوفرير. كتفكر في النتيجة أكثر ما كتفكر في الخدمة، كتبقى شاغل راسك بالحلم أكثر من الواقع، ما كرهتيش توصل للنتيجة بزربة. ودوماج هذا هو اللي خلى بزاف الناس ما يكملوش في شحال من حاجة في حياتهم، كيلكو سوا خدمة، قراية، رياضة. وانت كتوجد الامتحانات كتفكر في نهار الامتحان شنو غادي تحط في الامتحان وشحال خاصك تجيب في لانوط، وغالبا هاد الافكار تاثر عليك وكتبدا تقول مع راسك ناري الا ما نجيبش النقطه فلان فلانيه عندك يمشي يحط لنا هادشي وانا ما خدموش، عندك ما نجحش، وكتخلي الاساسي واللي هو تخدم وتستغل كل لحظه وكل دقيقه من الوقت ديالك في شي حاجه اللي غادي ترجع لك من بعد بشي حاجه مزيانه. نفترض ان غادي نبقى نفكر غير في خاصني نفاليدي وخاصني نجيب النقطه اكس وخاصني نخدم كل شيء وما نزقل والو، ونخلي البلينان ديال كل يوم ديالي لا خاصني نحطو ونبقى نكونترولي راسي واشاك فوا نكوريجي اللي ما مزيانش. اذا شكون اللي واقعي وعملي وكنتحكم فيه دابا؟ هو الخدمه وماشي النتيجه. الا بقيتي كتفكر في النتيجه بزاف فهنا غير كتضيع في الانرجي ديالك وما كتليبريش دماغك باش يخدم معاك ويساعدك اكثر. والنصيحه اللي غادي نعطيكم اليوم كتجلى في جوج ديال الاشخاص، وانتايا غادي تيدونتيفي راسك ان واحد من هاد الجوج، وغادي نحتاج الراي ديالك في اخر الفيديو. الا كنتي من نوع الاشخاص اللي ملي تيفكر في النتيجه وتيحطها قدامه كتكون ليه دافع وكتموتيفيه يزيد يخدم، واشاك فوا تيقول فوالا راني مازال خاصني نزيد نخدم اكثر وكتزيد تخدم، دونك هنا بقى تفكر في النتيجة وحطها قدامك ديما حيت كتمثل لك حافز، وتنسطر على هذه الكلمة الأخيرة مزيان يعني كتخليك تزيد تخدم أكثر. أما إذا كنتي من النوع اللي ملي تفكر في النتيجة وهو خدام كتبان ليه باقة بعيدة والطريق ديالها طويلة وكيتكاسا وكيديموتيفا، ونقدر نقول لك تولي باغي دير من ناقص، فهنا لا داعي نبقى نفكر في النتيجه كل مره، ما عندي ما ندير بها، تبقى شاغله ليا راسي غير بالخيال، وانت اللي محتاج هو تليبري دماغك للخدمه في ديك الوقيته. اذا انت اين واحد من هاد الجوج؟ واش ملي كتفكر في النتيجه كتموتيفيك وكتخليك تزيد تخدم، ولا غير كتكاسك وديموتيفيك وكتقول مع راسك باقي ليا داكشي طويل وقتاش نساليه؟ اذا اللي غادي نقول لك هو خدم وزرع وراك غادي تحصد وغادي تحصل على النتيجه ان شاء الله، واخا ما تحسوش بها في الاول ويجيكم الفشل، غير خدموا ايل فافونير، وكنأكد لكم ايل فافونير ان شاء الله. وانا ما تنقولش لكم كونوا اوبتيميست، مي تنقول لكم كونوا ايبر اوبتيميست، والله المعين. جو فو سويت ان غران اي ان تري بون كوراج، اسيو نيكست تايم.